لا هما شيئين اللي هما باليت إضاءات من كبر افكس فظيع، والمجموعة هذه مالت الحمر من ذا بالم. حمر ذا بالم طبعا جودتها أنا قالت لكم عنها، معروفة أنها أوكي تهبل ما عليها كلام. حاطي لكم أحجام صغيرة مني وايد حلوين حق الجنطة حق السفر، ومشكلة الألوان يعني في اللحمية الفاتحة الوردية الفوشي الأحمر والأرنبي الغامج، وايد حلوين. اللي مميز فيهم سعرهم ان هالباكج حاطي لكم فيه تقريبا البيست سيلرز اللي عندهم ومسوين عليه خصم، يعني سعره الحين يطلع تقريبا بتسع دنانير وشوي الوحدة، هما ستة خلينا نشوف نقسمهم تقريبا تطلع دينار وشوي، فوايد وايد مفيد الأوفر، سعره ممتاز. قلت لكم ذا بالم قاعد يسوون أوفرات حلوة. شوفوهم هذين الألوان كذي بدون فلاش، 6 درجات. هذا المشمشي الفاتح، بعدين اللحمي أو على نود، بعدين هذا اللحمي الثاني اللي على وردي شوي، وبعدين الدرجة هذه الرابعة صايرة حلوة أحمر على فوشي، عرفتوا اللون الفوشي مو اللي بنفسجي، لا الفوشي اللي على الأورنج، خلطة أحمر فوشي اللي تحته الفوشي الحلو المو فسفوري، الفوشي اللي ينحط وتحسين إنه هادي، والأخير عنابي، وايد حلوين. شوفوهم كذي بدأوا ينشفون شوي، هذا مع الفلاش صوتي متغير صح مع البلاعيم، يلا عشان ما تملون من صوتي صدق نغير لكم.